سياسة التضاحك عند الدكتور التيجاني. هم أكذب الناس في المنقولات وأجهل الناس في المعقولات. يقول قاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: لا أرسل لخلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. ويقول ما ولكن هؤلاء الزنادقة هؤلاء الباطنية لا أقول مناظرون، هم هؤلاء مقلدون. أنا لا ليس له سند. طرحت هذا السؤال العميق الذي هو لا يفهمه، طرحته في إيران أن لم يستطيعوا يردوا عليه، جاوبوا بالتفصيل صفته وفلسفة. تضحك على جهالة. الآن تتكلم به. هو يقول أنا اتبعت المذهب الجعفري. الدكتور التيجاني يعني أنا أخذ عليه حاجة بسيطة، أنه أجد أنه يرد بضحكات يعني باستهزاء، ما فيها منطق، ما فيها حجة قوية. يعني أنا سنية بس أنا أحترم الشيء إذا تكلم بالعقل والمنطق علشان أقدر أحاوره، ومش يكون بأسلوب يعني ضحكة الاستهزاء اللي هي يعني ممكن تستخدم بصفة شخصية بين أصدقاء خارج مواضيع حساسة وخطيرة زي اللي إحنا فيها الحين. أرجو ما يتقبل هذه الملاحظة. بس أقسم بالله العظيم ما فلت متعة في إيران في حياتي. أيها الناس في إنترنت والله لا تقتلوا ولا الرجل. أنا سميت هذا الكلام في الإنترنت. صح، لا تقتلوا ولا الرجل. الرجل ولكن هنا المخاط أنا أعتبره. أنا أنت تعتبرني من يجره أصحاب الرسول والزنديق. من يجره ما كان عنده دليل أقوى من أدلته. الله تبارك وتعالى يقول عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نص صريح. نعم. أن الله فضلهم. هم يعجزون أن يأتوا بمثل هذا النص حتى في الإمامة التي يدعونها. الدكتور يستشهد بقول الله تبارك وتعالى: ما أمدان يتكلم يسلم الجهاز وهو خارج متصل بخارج الجلسة، ونحن نرفض هذا. نحن نرفض أن يكون واحد من داخل الاستوديو متصل بخارج الجلسة. لماذا هذا الجهاز هو في أذنه؟ حتى ضحكاته يدار من خارج الاستوديو. حتى ضحكاته. دكتور النجدي، لقد كان مكرها. طب هل كان مكرها على تسمية أبنائه بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان؟ هل كان مكرها على ذلك؟ وأي إمام يكون إن كان مكرها، إن كان حتى في هذه ضعيف مسكين؟ يأخذ الأخت أم أنس من باريس، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم جميعا. وأبدأ فأقول أنا لا أشاهد المستقل الآن، ولكن لا أدري هل ضيفكم التيجاني موجود أو لا. موجود دكتور التيجاني. حسنا، أعلق بسرعة أقول أن لعله منذ الآن قد انتهى من سياسة المقاطعة، ولكنه لجأ إلى سياسة أخرى هي سياسة التضاحك أسميها وليس الضحك. أقول أن هذا الأسلوب المبتذل لا يليق بشخص جاء يزعم أنه يدافع عن مذهب إسلامي. حقا الطريقة غير لائقة بالمرة. هذه واحدة. أما الثانية، محمد نبي التسركاني، ما سامع أنت ما تعرفه لذلك. كتابه لآل الأخبار كتابه لآل الأخبار ملقب عند شيء بعمدة وكرر هذا القول. ألم الهدى، ألم الهدى في كتابه الشافي، ألم الهدى في كتابه الشافي. ما أن أمير المؤمنين هذا يضحك، هذا يجب أن يموت، يضحك. لا جاءت موجة ضحك، ما مشكلة، جاءت موجة ضحك ولا تضحك. أيوة جاءت موجة سان فرانسيسكو. نعم. لما قيل له ألا توصي، قال: ما أوصى رسول الله عز وجل الشيعة بمن اغتروا به وهو التيجاني، أعزيهم عزاء عظيما ما فتئ من تمثيلية إلى أخرى يحتج بها علينا. فالحمد لله على كل حال. هؤلاء علماؤكم، وهذه استدلالاتهم، وهذه أطروحاتهم.